الحديث عن فرنسا وعن الدول معالي الوزير يقودني إلى ما قلته حضرتك قبل يومين أو ثلاثة، يجب أن نبقى في جهوزية تامة ونتوقع الأسوأ. لا أمريكا ولا فرنسا استطاعتا وقف هذه الحرب. ما هو الأسوأ الذي يمكن بعد أن ننتظره؟ الأسوأ هو أولا أن نبقى بما نحن فيه، وهو أيضا وهو أصلا سيء، لأنه ما لازم ولا لحظة ننسى أنه عدد الشهداء المدنيين الذين يسقطون يوميا هائل نسبة لعدد السكان وللرقعة الجغرافية. ما لازم ننسى أبدا أنه عم نحول البلد إلى يعني عذرا على التعبير وإلى مقابر جماعية بأكثر من منطقة. واحد. اثنين، الأسوأ هو أن تتسع رقعة الحرب لتشمل مناطق أكبر في لبنان، بحيث أنه النازحين يلي عددهم تخطى المليون يكونوا بأعداد أكبر، وما يكون في مناطق تقدر تستقبلهم لأنه تكون كلها معرضة. لبنان كله معرض، لبنان كله تحت الحرب، وما بعتقد أنه في حدا فوق رأسه خيمة مثل ما بنقول بالدارج. مشان هيك أنا أعتقد أنه إذا لم يكن هناك من حل دبلوماسي سياسي سريع ويضبط هذا الجنون وآلة الحرب والوحشية والهمجية اللي عم بتتم، نحن رايحين على أخطر من ذلك، ما يشبه غزة. شفنا مستشفيات في غزة كانت تقصف وتوقفت عن العمل، شفنا اليوم بجنوب لبنان تحديدا 4 أو 5 مستشفيات توقفت عن العمل أيضا. هيدا كله لا يؤشر إلى شيء جيد ولا يبشر بالخير، وهيدا كله من مسؤولية جميع المعنيين. نعم الحكومة اللبنانية مع تواضع إمكانياتها، بس كمان مسؤولية المجتمع الدولي يلي على بنا نعتقد أنه في أصدقاء للبنان من ضمنه. بعتقد أصدقاء لبنان بيقدروا يعبروا عن هذه الصداقة أكثر وأكثر بهالفترة الصعبة. ما نأجل الأمور، لأنه كل يوم عم بمر عم نفاقم الأزمة أكثر، والأزمة الإنسانية بشكل خاص، وهي الأزمة الإنسانية قد تنسحب على أزمات أخرى محلية. ما بقدر إلا ما حذر من إمكانية أن تتفلت الأمور حتى داخليا، وما بقدر إلا ما أتذكر كمان أنه نحن جزء من محيط، وبالتالي أي استمرار لها الضغط الكبير اللي على لبنان قد يؤدي إلى شظايا على مستوى معلي، خلينا نقول بصراحة حوض البحر الأبيض المتوسط. لا أحد بمنأى عن تداعيات ما قد يحصل في لبنان إذا استمرت الأمور بهالحالة. طيب، حين تتحدث معالي الوزير عن احتمال تفلت الأمور داخليا وتحذر من ذلك، مما تخاف تحديدا؟ أولا خليني أقول لك من شو اللي ما بيخوفني كثير، هو الوحدة اللي أو التضامن المجتمعي اللي عبروا عنه اللبنانيين حتى اللحظة. هذا أمر مطمئن. إن يوم البيجرز وقت انفجر وشفنا تضامن على المستوى الاستشفائي والطبي ممتاز، بعرف أنه اللبنانيين بشكل طبيعي هن أكثر يميلون إلى التكاتف والتضامن، ولكن ربما الضغط الكبير اللي عم تنتجه هاي الأزمة يؤدي إلى إشكالات تبدأ فردية ولكن لا نعرف كيف تستمر. أنا بعتقد تحصين الجبهة الداخلية إذا بدنا نسميها هيك، لأنه نحن عندنا جبهة داخلية كمان، تحصين هذه الجبهة ضروري جدا. الجيش يقوم بدور ممتاز على هذا الصعيد، والقوى الأمنية يجب أن يتواكب أو أن يواكب هذا المسعى بأيضا وعي مجتمعي لخطورة ما قد يحصل. دائما الضغط الكبير على المستوى المعيشي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى نازحين يعني فقدوا كل مقوماتهم، فقدوا بيوتهم، فقدوا أموالهم، فقدوا يعني كل في منهم، فقدوا أيضا أحباء لألون. هول الناس يجب أن يتم احتضانهم بأقصى ما يمكن. وما ننسى أنه كمان إذا بدي سميها هيك المجتمعات المضيفة، ما هي أصلا بوضع كتير صعب، هي أصلا جزء من هيدا البلد اللي عم يصبح بمكان ما منكوب. في قرى بلبنان، القرى الجنوبية تحديدا وفي البقاع بالإضافة إلى الضاحية، أصبحت قرى منكوبة. واضح أنه في أماكن بلبنان لم يعد فيها حجر على حجر، وكل هول الناس يلي هن أبناء البلد، يلي هن
مدنيين يلي هن حقهم يعيشوا بسلام، هول كلهم عم نعرضهم اليوم للمجهول، وما حدا بيعرف اذا ما صار في، برجع بكرر، حل دبلوماسي، انتباه من اصدقاء لبنان لما يحصل، ومحاوله الاسراع بهذا الموضوع، لان احنا جايين على موسم شتاء، جايين على مدارس مسكره اليوم، لانه هاي المدارس عم تستضيف، وواجباتها تعمل هيك، عم تستضيف النازحين، بس عم نفائم الوضع اكثر واكثر. وطبعا في دور مهم للحكومه اللبنانيه، ولكن كمان الحكومه اللبنانيه عندها امكانيات محصوره ومحدوده جدا.